جيت مع الجروب ديال لي زيتازوني باش نقراو باش ندورو في المغرب باش كيعرفوا البلاد ديال المغرب كاش كاين شي حاجه مهمه هنايا في المغرب كيفاش كيعيشوا الناس و لي زيتوديون يل اتود لو ديفلوبمون ديورابل. Donc ça veut dire qui fait que achu le nas pour blood ou pour la médine كبيره ou كاين شنو كاين الفرق بين البلاد والمدينه كبيره. اذا جينا حنا كاش انا كنت ساكنه في ايتورير وانا قلت لي من قبل بريتن نجي هنا مع التلميذ باش نعاونكم ماشي حاجه او باش نتعلم باش نعرفنا كيفاش انتم كيعيشوا هنايا. هذه المبادره حنا كنا سباقين اللي تنقلبوا عليها ان التلميذ او من قدماء التلاميذ اللي هو ولد البلاد يعني كيغير على مؤسسه ديالو وقرا فيها في البدايه ديالو في الابتدائي. وكنت انا وياه فاش تنتلاقاو تنقول ليه الا بان لك شي ناس ويديروا شي عمل جمعوي مثلا يساعدوا المؤسسه لان المؤسسه كتعيش في رشتو المنطقه كي دايره منائيه في اعلى الجبال وكتمر من ظروف طبيعيه صعيبه شي شويه وكل سنه خصها ترميم. يعني فاش تلاقينا طلبتو قلت لها ودي لا بان شي جمعيه او شي ناس بغا يديروا شي خير يكون جمعوي في صالح الناشئه هي هذيك. فاش جاب لنا سميتو ناقشنا حاولنا درنا المسائل القانونيه باش نجيبوهم والحمد لله تيبان لي هما ساهموا باش ترمم الصباغه والطلاء ويدار لها نوافذ جديده ابواب جديده الى غير ذلك. الناس هادو حنا تنتمناو اي واحد بغى يدير شي خير تنستقبلوه بصدر رحب وكنتمناو ان شاء الله تكون الامور في احسن ما كنفكر بلي الناس هنايا كيعيشوا مجموعين انسومبل كون كولكتيفيتي. وكاين فرق بين العيش في امريكا كاينين لي كومونيتي اوسي اوز ايتازوني مي ايسي سي بلو انسومبل الى كيعرف شي ميم في المدينه كبيره كاينين لي بيتيت كومونيتي والناس كيعيشوا كيعاونوا كيعاونوا. انا كان ملي كنسافروا في المغرب انا كنشوف بلي الناس ديما كيعاونوا يل سيد they help each other yeah. Yeah, انا كنشوف داكشي ديما وكاين لو كونيسونس دو فير دي شوز دون في البلاد لما كاينش في لي غران فيل جو كوا. ومن الاليات هو انه جينا وجبنا معنا هذه المجموعه ديال الطلبه من دول مختلفه اللي تقريبا سته دول. واحد الاليه هي اننا نرمموا المدرسه اللي كاينه عندنا في الدوار يعني من خلال الصباغه من خلال تزويدها بمجموعه من الوثائق اللوجستيكيه لا الكتب لا خزانه لا اصلاح النوافذ يعني بزاف الخطوات. هذا هو النشاط اللي دايرين اليوم في المؤسسه عندنا. في نفس الوقت الهدف اللي بنوصلو هو التعريف بالمنطقه والتعريف يعني بالضبط بما هو ايكولوجي والتنميه المستدامه لانه عندنا جوج الشعار اللي خذينا لهذا النشاط هو التنميه المستدامه عندها بعدين. جينا خدمنا في المدرسه بحكم اننا تنراهنوا على التعليم في نفس الوقت يعني ايكولوجيا وهذا. النشاط ديال اليوم جا كاستمراريه لواحد يعني حنا كنسميه واحد الحلم اللي عند الافراد ديال الجمعيه كاملهم وتقريبا يكون هو المبدا الاساسي اللي كنخدموا عليه الا وهو نحاولوا يعني نديروا اي حاجه على قبل التغيير. يعني التغيير مثلا على قبل الاطفال الدراري ديال المدارس وكل شيء كنديروا الحمد لله على الطفل هو كيف قلت لك على التلاميذ يعني نحاولوا نعاونوا من جهدنا حنايا. والحاجه الاقل حاجه اللي ممكن نديروها هي نساهموا في اصلاح ديال الحجرات والاقسام التراثيه. يعني هذه هي الاستراتيجيه باش خدامين. والورش ديال اليوم جا كيف قلت لك كاستمراريه الاوراش مجموعه من الاوراش اللي درناهم لا في الحاوز ولا في ورزازات الحمد لله تكلوا بالنجاح. استقبلنا الناس بأحوج اللي جايين ورحبناهم وهاد المدرسه مازال خصها استراحه طويلات والنوافذ والبيبان
والصبورات. كنشكر هاد الناس اللي جاو تعاونوا معنا حتى قضيه المدرسه ديالنا ولات زوينه، حيت كان خصها شي ادوات بحال الطاولات والصبورات الصباغه. وحنا فرحانين بمجيتهم وكنشكرهم بزاف على المساعده ديالهم لينا.